السادة الأفاضل ممثلي أسر شهداء إقليم سوهاج، من لا أقول أبنائنا بل زملائنا من الأطباء، واسمحوا لي أن أنادي عليهم اسما اسما لأني لوش عليهم الدمع من القلب قبل العين. أخي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد محمد بغدادي، رئيس وحدة القلب في المستشفى الجامعي، وأول من أسس بوحدة أسطرة القلب، وأنا شخصيا عملت لي أسطرة القلب على إيديه يوما ما، يوما تعرضت لأزمة قلبية، حقيقة له بصمات على كل أبناء سوهاج، والحقيقة إحنا أطلقنا اسمه على وحدة أسطرة القلب تقليدا لجهده النبيل، والحقيقة هو يعني أحد الشهداء الأفاضل في جائحة كورونا. أيضا زميلي العزيز الدكتور هاني عادل كان مدرسا في قسم أمراض النساء والتوليد، وأنا شغوف بالإشراف على الماجستير والدكتوراه في الأيام أطيب لهما، والحقيقة أحد من دفع حياته ثمنا لهذه الجائحة. عزيزي وابني الدكتور هاني نعيم سندر، الدكتور شهودة جركس سعد، الدكتور محمد عبد الرحيم طه، أستاذي وأستاذ أجيال كلية الطب الأستاذ الدكتور صلاح أحمد محمد مسعود، أول من أسس قسم التقديم والعلاج وكذا في كلية الطب، وكان أحد الشهداء، وقد نال هذه الشهادة وكرمته منظومة الرئاسة، حيث أرسلت له ولأسرته بعد شهادته بعض الهدايا العينية، وتفضل معالي الوزير الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وأستاذي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز بالتوجه إلى منزل أسرة الدكتور صلاح، وقدم له منظومة من هدايا ومنظومة أجراسية. التضحية والقيام بواجب الإنساني، وهم يعلمون علم اليقين أنهم مرتبطون بنقطة حياتهم، يستحقوا من الشعب المصري ومن مؤسساته ومن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يطلق عليهم الجيش الأبيض. هذا التكريم ما هو إلا تأكيد على أنكم كنتم الشعب المصري وأقوله لكم منا جميعا كل تقدير والاحترام والإعزاز، والأطباء انضموا إلى شهداء الوطن ورباط الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم لحماية هذا الوطن. بوجود معالي الوزير المحافظ أن يسلم عليكم النهارده ويكرمكم ويسلم على أطفالكم، دي رسالة قوية لكل محافظات مصر، من اسكندريه لاسوان، ان المحافظه الوحيده التي حضر فيها وزير محافظ يكرم شهداء الاطباء هي محافظه سوهاج اللواء طارق الكتب.